وحول هذا الموضوع قال الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في اتصال هاتفي في نشرة سابقة إن إنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي شكل دفعة هامة للعالمية في هذا المجال. إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يعتبر في الحقيقة دفعة هامة جدا نحو التعايش السلمي والعالمية في ذلك المجال، حيث أن المركز يصب كل نشاطه حول التعايش السلمي العالمي، وهو في الحقيقة مثل ما ذكرنا له دور كبير جدا في تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والاحتفالات الكبرى، مثل ما ذكرتم آخرها طبعا كان في جمهورية البرازيل، والتي وهذا الاحتفال في الحقيقة حضره رئيس الجمهورية فخامة الرئيس، حيث دشن الرئيس إعلام مملكة البحرين. وهناك في الحقيقة مثل ما ذكرتم الكثير من المبادرات التي طبعا قام بها جلالة الملك، خاصة عندما نتحدث عن العلاقة مع جامعة سبيانزا. كرسي جلالة الملك في جامعة سبيانزا في الحقيقة يعني يمنح حوالي 250 طالب للدراسة في هذه الجامعة من مختلف دول العالم، وفي تخصص له ارتباط بالتعايش السلمي وبالتسامح بين الأديان، وعلى مستويات مختلفة من المستوى الأكاديمي، سواء كان مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.